أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاء ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين في لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه به أحدا صدق الله العظيم.